الاستمتاع ده هيجي ازاي؟ الاستمتاع ده يأتي بالتزين. الرجل إذا أراد أن يتزوج أو إذا أراد أن يستمتع بزوجته مش هيستمتع بها وهي متبذلة، يعني مهملة في نفسها كده، مش هيستمتع بها وهي في ريحة عرق، مش هيستمتع بها وهي مش لابسة ومش متزينة ومش متشيكة، مش هيستمتع بها وهو حاسس إنها مش مصرحة شعرها ولا حتى ميك اب ولا حتى روج ولا حتى حاجة اللي هي يعني تلفت نظر، مش هيستمتع بده. وهي كمان لو هي عاوزة تستمتع بيه ونفسها مش هتستمتع وهو ريحته عرق، مش هتستمتع وهو راجع من الشغل وريحته متبهدلة ولبسه متبهدل، لا تستمتع امتى؟ الاستعداد نفسه نوع من التمتع، ان الزوج يرى ان زوجته تستعد وتتهيأ وتتزين له، هذا نوع من الاستمتاع حتى يستمتع جسديا. انا على فكرة ما بتكلمش في الغاز ولا بتكلم في حاجات يعني ايه اصل عيب واصل ما ينفعش، لا ينفع، ينفع وناخد بالنا من ده. لما الزوج يرى زوجته تستعد وتتهيأ له ده شيء بيسعده، ده نوع من الايه؟ نوع من التمتع، تمام كده. وهي الاخرى لما تشوف ان هو حريص ان هو بيجيب لبس يلبسه في البيت ولبس معين لعلاقتهم، وان هو مثلا برضه بيجعل للعلاقة رونق خاص واستعداد خاص ولبس خاص وتهيئة خاصة، ده بيسعدها اكيد. ليه؟ لانه بيعمل ده لها هي، وهو مبسوط لان هو عارف ان هي بتعمل ده ليه هو. سيدنا ابن عباس قال اني لأحب ان اتزين لزوجتي كما تحب ان تتزين لي، ده ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه عن أبيه العباس بن عبد المطلب وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان يقول إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلب نسمة توحد، يعني هو بيمارس العلاقة علشان وبيستحضر النية، على فكرة خلي بالك هو يستحضر النية حتى في ممارسة العلاقة بينه وبين زوجته، اللي هو برضو موضوع شغله. أنا بمارس علاقة بس بمارس علاقة مش يلا خلاص، لا أنا بجدد إني بعمل ده ليه. ودي نقطة مهمة قوي، حتى احنا لما اتكلمنا في الأول خالص عن الزواج من حوالي سنة قلنا سألنا سؤال لماذا نتزوج، وياريت نرجع على اكتب كده على الجوجل أو على اليوتيوب لماذا نتزوج الشيخ أحمد علون، هيطلع لك الحلقات بتاعت لماذا نتزوج، ذكرنا فيها حلقة أو اتنين هو النوايا الزواج. بتتجوز ليه؟ عشان الناس كلها بتتجوز ولا انت عندك نية عشان تاخد ثواب على ده وتحوله من عادة اعتاد الناس عليه الى عبادة تؤجر وتثاب عليها. فالاستمتاع يبدأ بالتزين، يبدأ بالتهيئة، يبدأ بالاستعداد، ان الزوج خلاص هيهتم بحاجة زي كده، فهياخد شاور سبراي بيرفيوم، يحط يلبس اللبس المناسب، وهي كذلك هي الأخرى، أمر طبيعي. هو إحنا ممكن ناخد على ده ثواب؟ آه طبعا تاخد على ده ثواب. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أيأتي، لما بيقول أيأتي أحدنا بيقولوا له أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال نعم. ليه؟ عشان عملها في الحلال. يبقى اللي بيودي للحلال وبيودي إلى أخذ الأجر ده تاخد عليه أجر. عندنا قاعدة أصولية بتقول إيه؟ الوسائل لها حكم المقاصد. انا رايح اصلي، المقصد بتاعي ان انا ايه؟ رايح اصلي، الخطوات بتاعتي دي هاخد ثواب عليها ولا هاخد ثواب على الصلاه بس؟ قال لك لا، الوسيله اللي انت واخدها ده ايه؟ الطريق ده، الحركه دي اللي هتوصلك للمقصد اللي هو الصلاه، انت بتاخد ثواب عليه. ليه؟ لان المقصد حلو. لو واحد راح يعمل حاجه غلط، الوسيله او الطريقه او مشوار او الحركه حرام ويؤذر عليه، ياخد عليه وزر. ليه؟ لانه رايح لحاجه حرام، فاهم؟ فهي مثلا بتستعد لزوجها، هتاخد على الاستعداد ده. استعداد وتزين المراه لزوجها وخطوات تهيئتها لزوجها قبل العلاقه تؤجر عليه. يا رب حتى هي يعني كده ناخد بالنا منها. انت لمجرد انك بتستعد لزوجتك استعدادك ده
ده تاخد عليه ثواب، وهي استعدادها وقفها قدام المرايه وان هي تعمل تحط روج وان هي تظبط وشها وان هي تعمل ميك اب وان هي تسرح شعرها وتحط تيك في شعرها وتلبس لك، هتقعد قدام المرايه وتقف قدام المرايه 10 دقايق وربع ساعه اكتر اقل، ده في ميزان حسناتها. شفت بقى ليه؟ لانها تفعل ذلك في الحلال، وهو يفعل ذلك في الحلال، والمقصد بتاعنا حلال، فاللي هتعمله عشان يودي الى الحلال تؤجر عليه.